أو سنة ابن ماجه. كتاب الدعاء، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به إذا آوى إلى فراشه، باب ما يدعو به إذا آوى إلى فراشه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد الطنافسي ومن ثقات الأثبات. قال حدثنا وكيع، وقلنا وكيع بن الجراح الرؤاسي هو التنين، كان إذا نزل مكة خلت المجالس إلا المجلس وكيع، هم كانوا يتركون المجالس من أجل وكيع. وهذا من الأدب، الأدب إذا علمنا في المحلة من هو أعلم لابد من إحالة الناس عليه، لابد من أن نذل الناس عليه. قال عن إسرائيل، إسرائيل هنا وإسرائيل بن يونس نبي أسحاق، هو من أزوة الناس في جدي، نعم، وهو من الثقات، وثقه ابن معين وثقه غيره. ابن المديني قال إسرائيل ضعيف، أبو حاتم قال ثقة متقن من أتقن أصحاب أبي إسحاق، الحق أنه ثقة صالح. العجلي قال كوفي ثقة، والعقائلي قال مختلف فيه. ابن عدي قال إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيع الكوفي، نعم، فهو من الثقات. قال عن أبي إسحاق عن جدي أبو إسحاق، طبعا كما قلنا أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد، واسع العلم لكنه اختلط بآخرة وأيضا يرسل ويدلس. عن أبي عبيدة، أبو عبيدة هنا هو عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبيدة الكوفي، قال ابن معين ثقة. البخاري قال وكثير الغلط، أبو حاتم قال يسمى، النسائي قال لم يسمع عن أبي شيئا، الدرقطني في البرقاني في العلل قيل سماع أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه صحيح، قال الدرقطني يختلف فيه، وصحيح عندي أنه ما يسمع منه، يعني نفوا أن يكون سمع من عبد الله، هو من الثقات. إذا قال عن عبد الله عن أبيه أبو عبيدة ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود، الاختلاف في السماع. الحديث الحق فيه أبو إسحاق، أبو إسحاق قد عنعن، وفي علة أخرى أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله على ما صحاه كثير من المحققين، والحديث له شواهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه وصاحب الوسادة والنعليني والسواك، عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه وضع يده يعني اليمنى تحت خده، ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. كما قلنا في علل أبو إسحاق والعلة الثانية طبعا عن أبو عبيدة لم يسمع من أبي. طيب هذا الحديث كما قلنا له شواهد، ذلك حسنه وصححه كثير من العلماء. كان النبي إذا آوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده، هذا موضع الافتقار، موضع الافتقار والعجز وموضع الحاجة والإعواز، وأنه أحوج ما يكون إلى ربه جل في علاه ويظهر فقره وعجزه. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وقال الله جل في علاه: قل من يكلأكم من الرحمن، يعني الذي يكلأكم على فروشكم من غير الرحمن. وقد جاءت في الإسرائيليات قال إني وجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق وأعبد غيري وأرزق وأشكر سواي، خارج العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم ويتباغضون إلي بالمعاصي، وأنا أكلأهم على فروشهم. نعم، فكان إذا آوى إلى فراشه يضع خده يده تحت خده، يضع اليمنى تحت خده، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. فيه التذكر، أنه يتذكر بالنوم، يتذكر الموت بالنوم، يتذكر الموت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من هذب اللذات، وأن المرأة إذا تذكر الموت ختم عمله في يومه أو في ليلته على خير وبخير. ولذلك قال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، عند النوم وعند وضع اليد يحسب أنه قد مات، وهي حق الموت، الموت الصغرى بالنوم. فهنا اللبيب القريب هو الذي يتخذ من ذكره هذا التذكر بالموت ويحسن في العمل، ولعلها تكون خاتمة، لأن الله تعالى قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ففيه تذكير بالموت كما قلنا، وفيه إظهار الافتقار إلى الرحمن الجبار سبحانه جل في علاه، الافتقار إليه، إظهار الافتقار إليه، وأيضا فيها التوسل والدعاء، التوسل باسمه الأعظم اللهم أصله يا الله،
حذفت الياء وعوض عنها بالميم. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ففي أيضا الإقرار بالبعث والنشور، وهذا من أصل الإيمان والإسلام، يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة. فالإيمان بالبعث والنشور يوم تبعث عبادك، قنع عذابك، والإقرار بأن عذاب الله الوخيم يكون يوم القيامة عند التقريع والتوبيخ بالمحاسبة، ثم بعد ذلك إظهار النار وما في النار، كما قال الله سبحانه وجل في علاه: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. لذلك قال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا فيه النجاة، فيه النجاة، وكأنه طلب من الرحمن سبحانه وجل في علاه أن يختم له بالصالحات، وعلم أن عذاب يوم القيامة ثابت، وأن البعث ثابت والنشور ثابت. ولذلك قال: يوم تبعث عبادك، وفيها الإقرار بالبعث والنشور، كما قال الله: كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم للإنسان أن يكون من أشد الناس افتقارا لربه جل في علاه، ومن أعظم الناس تقريرا وإذعانا وإظهارا لغنى الله ولقدرة الله جل في علاه. نعم. الفوائد المستنبطة من السنة: تذكر الموت، بل كثر ذكر الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هذه اللذات. لأن المرء إذا تهيأ أنه مقبل على ربه جل في علاه صنع أفضل الصالحات وأطيب الطيبات حتى يقابل بها ربه جل في علاه. رأيتم الشهيد، هذا أفضل ما يقدمه المرء روحه لله جل في علاه. قال ابن سلمة: ويغفر له في أول دفعة من دمه، بل والله تعالى ينجيه من عذاب القبر أو من سؤال أو من فتنة القبر. أيضا فضل التيامن، فيكون على شقه الأيمن ويده اليمنى تحت خده، إثبات البعث والنشور. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.